بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ربنا لا تكد ضدنا وكد لنا يا كريم، وانصرنا على أعدائنا ولا تنصرهم علينا يا عظيم. وأنت تعلم مدى كفرهم بك وجرأتهم عليك وبغضهم لدينك وكيف يمكرون بنا، فجنبنا أن يقع مكرهم علينا وأنت خير الماكرين. ويمكر الله والله ويمكر الله ويمكر ويمكر الله والله خير الماكرين. وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفق من خير من جديد. شوف قداش تأكيد رباني، لهذا النفقة ما تكون إلا بشيء طاهر، شيء ما أنا خذيته بالحلال، شيء ما فيش شائبة الحرام، فيش بوليوشن. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يرجع لكم ربي وزيادة وزيادة، ويضاعف الله لمن يشاء من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي عندما يعطيكم ربي الجائزة ما تلقاوش نقص في قيمة القيمة المقابلة لما أنفقتموه في سبيل الله أثناء حياتكم الدنيا. وحياة الدنيا هي قنطرة للآخرة، فمن أراد أن يستعمل القنطرة كما يجب أن تستعمل، ما يزيدش عليها حتى تنهب تحت ما نقول على الجرار متاعه ولا الحافلة متاعه ولا وأنت الكاميون وأنت ماشي، أكثر من ما تطيق القنطرة ما تسمحش روحك بيه. ولهذا وصل الله بسلام وبذكاء، ذكاء الإسلام، والسلام على من ابتغى وجه الله بحق لكي يكون من أهل السلام في الدنيا والآخرة بالتمام والكمال.